تعالوا نروح لفقرة أخرى. الحقيقة إنه هذه الفقرة هقدر أقول لها عنوان كده: الحلم أصبح حقيقة. من حوالي سنة تواصلت مع السفير هشام بدر، كان في مبادرة، طبعا كانت من مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية، انه هذه المبادرة طبعا يعني تم انطلاقها في اطار الاهتمام بقضايا المناخ واستقبال مصر لكوب 27. وكان عندي كده يعني حالة غيرة كده انه الاطفال الصغننين تشارك، وكان عندهم حالة من الافكار، فقلت طب ليه الاطفال دي ما تشاركش بافكارها الابداعية المختلفة. فتواصلت مع السفير هشام بدر وقلت له: معالي السفير، هل ممكن المبادرة دي يتم يعني يكون فيها جزء الاطفال؟ قال لي: المبادرة ان شاء الله هتتحط في الاعتبار وهنشوف في المرحلة الثانية. وفاجئنا السفير هشام بدر بالاستجابة لتمانية الصبح لهذه أو لهذا الاقتراح. معالي السفير هشام بدر، منسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بشكر حضرتك بشكل شخصي وبالنيابة عن زملائي في تمانية الصبح. أشكرك بالي هانم، أشكرك على اقتراحك، وإحنا فعلا لما عرضت اقتراح الوزيرة الدكتورة هالة السعيد وافقت فورا، وقابلت معالي الوزير الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم اللي برضه بدور استجاب فورا، والنهارده سجلوا 19 مدرسه من المدارس، خاصه في برنامج اللي معروف باسمه ستام، اللي هو البرامج الثانويه، المدارس الثانويه اللي عندها برضو جزء فني وجزء تكنولوجي وعلمي. ووزير التربيه والتعليم حط على الويب سايت بتاعه الوزاره والصفحه بتاعه الوزاره يعني تشجيع لكل المدارس في مصر انها تتقدم على المبادره. ويعني من فاشكرك انت دالي هانم لان انت كانت صاحبه الفكره، وبالتالي وفي الفترة الأخيرة قدرنا إن احنا نعمل عدة تدريبات في الجامعات وفي المحافظات وفي على أساس الناس تعرف إزاي تخش على المبادرة وإزاي تعمل مشروع. فأنا بحب برضه من خلالك، في اعتبار أنت صاحبة الفكرة الرئيسية، إن من خلالك إن نشجع المدارس النهاردة، سواء يعني المدرسة ككل اللي بيسمعونا أو الطلبة اللي جوه المدارس اللي بيسمعونا، إن يخشوا على الويب سايت بتاعة المبادرة، لان يشوفوا ازاي طريقه التقديم وازاي يعملوا مشروع. يعني هي مش فكره بس ان هم يعملوا مشروع بيئي وذكي، مشروع يخدم البيئه، مشروع يستخدم طاقه اقل، ولكن حتى فكره انه الواحد الطالب يتعلم ازاي يعمل مشروع في الاساس، ازاي يعمل دراسه جدوى، ازاي يفكر بطريقه مشروع ينجح ومشروع عملي. ده موجود اونلاين يا دكتور على الويب سايت، ولا دي كورسات انتوا هتعملوها؟ انا عايزه بس استوضح النقطه دي. لا، موجود اولا اونلاين، موجود اونلاين، يعني لو حد دخل على الويب سايت، وارجو من حضرتك والمعدين ان يحطوا اللينك على الشاشه اللي هو www.sgg.eg، هيخش هيلاقي ان في على اونلاين كورسات وازاي تدريب، ازاي يخش على المبادره، وازاي يقدم مشروع، وازاي يعمل دراسه جدوى. زائد ان احنا عملنا فيزيكلي بقى مش بس اونلاين، في الجامعات وفي المحافظات حوالي 40 او 45 جلسه تدريبيه من اعضاء المبادره بيروحوا في كل الجامعات، اسوان والاقصر وهكذا في المحافظات والجامعات. وبالتالي يعني مهم جدا ان هم على طول الطلبه اللي بيسمعونا او رؤساء المدارس اللي بيسمعونا ان يشجعوا برضو الطلبه بتوعهم ان يخشوا يشوفوا جوه المبادره دي ازاي يقدموا المبادره وازاي يعملوا تدريب ثم يقدموا عن طريق المدرسه. يعني دلوقتي خلاص المدارس ليها توجيهات دلوقتي، انه عارفه الخطوات وهتوجه الطالب، وان الطالب يقدم من خلال المدرسه، يعني مش بشكل فردي، بشكل مؤسسي. بالظبط، على اساس يبقى مشروع للمدرسه، بيتعامل مع تحدي بيئي في جنب المدرسه، في مثلا مخلفات، طاقه جديده، طاقه شمسيه، وبالتالي يبقى في يعني تعاون فكري وتعاون للطلبه مع بعض ان يقدموا المشروعات الخضراء الذكيه دي. وما تنسيش ده هانم ان احد الفائزين السنه اللي فاتت كان كان سنه ثالثه جامعه اسكندريه، قدم روبوت تحت الميه في اسكندريه بينزل بيشيل المخلفات والازايز القديمه وكذا، والطالب ده استدعوه في امريكا وادوا جائزه كبيره جدا من شهر واحد. وبالتالي ده يكون نموذج لطلاب المدرسه ايضا ان هم ممكن مشروعهم ده يكسبوا ويفوزوا وهكذا يتطوروا في مستقبلهم. يعني فرصة، دي فرصة كبيرة، مش عايز الطلبة اللي بيسمعونا والمدارس اللي بيسمعونا ان يفوتوها
واشكرك لان انت صاحبه الفكره، وزي ما قلت حضرتك الوزير هاله سعيد قال فورا نعملها، والوزير برضه التربيه والتعليم قال فورا الدكتور رضا حجازي. فدلوقتي الكره في ملعب الطلاب والمدارس، خاصه المدارس كاداره مدرسه يعني. فتحنا لهم الابواب فيبدعوا بقى وينطلقوا. انا بشكر حضرتك معالي السفير هشام بدر، طبعا منسق ورئيس المبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء الذكيه، دعوه لكل طلبه المدارس ومفتوحه لكل الاعمار، يعني في اطفال والله عندها 6 7 سنين عندها مشروعات مبدعه جدا، وبنجيبه هنا في 8 الصبح بيفكروا بافكار مختلفه، فالباب مفتوح قدامكم اطفال المدارس، طلبه الجامعات للشباب الصغيرين بقى قدامكم الفرصه ان انتم تقدموا على هذه المبادرة الوطنية، تقدموا أفكاركم بشكل مختلف، هي أفكار مرتبطة بالذكاء الاصطناعي لمواجهة قضايا البيئة الخاصة بالتغير المناخي. قدموا وشوفوا الشروط ايه، وفي كورسز تقدروا تاخدوها وتفيدكم ان شاء الله. هتابع معاكم انتوا طول الوقت معايا، لو حد عنده اي استفسار يتواصل معانا هنا في 8 الصبح ومعايا انا بشكل شخصي، وان شاء الله يعني نشوف كده من ابناء برنامج 8 الصبح فقرة الاطفال، نشوف كده اطفال ممكن تكون تكسب في مسابقات دولية. ودايما الحقيقة مصر غنية بافكارها واولادها وشبابها وابداعاتها وطاقتها، كان بس اللي منتظر انه نفتح الابواب، واحنا بنعيش في عصر الحقيقه بيفتح الابواب امام كل الطاقات، طاقات الشابه وطاقات كمان الصغار. عشان كده انا كان عندي امل انه لما اطلب طلب زي ده انه في هذا العصر انه هيتم الاستجابه اليه، انه نفتح الباب امام هذه الطاقات الصغيره بسنا ولكن كبيره عقلا. ان شاء الله كده هنكون معاكم بتغطيه مباشره لهذه المبادره باي جديد فيها، وبشكر طبعا وزير التربيه والتعليم ومعالي السفير هشام بدر.